نروح لسكايب، معانا نعيم ابو بكر لاعب زولت وارجم البلجيكي، لاعب ايضا من اصول مصريه. نعيم مساء الخير، مشرفنا ومنورنا في برنامج رقم 10. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you for the opportunity. وعلى هذه الفرصه. Doing an interaction with me. Introduce myself and ويسعدني ان اقدم نفسي لكم في هذا البرنامج. نعيم، عايز نتعرف عليك اكتر، بتلعب في مركز ايه؟ عمرك قد ايه؟ بدات كوره من امتى؟ في هذه اللحظة أنا ألعب في الظهير الأيمن، وأولا بدأت في اللعب حين كان عمري 5 سنوات في فريق بلجيكا في بلجيكا، وانتقلت إلى فريق آخر بعد ذلك وهو أحد الفرق المحلية، وبعد ذلك لعبت لفريق سيافي، وهذا هو أحد الفرق ذات الجودة العالية في بلجيكا، وأيضا كنت ألعب في الظهير الأيمن، وبعد هذا ذهبت إلى فريق زوتي مورغان وقضيت به وقتا طويلا، وأنا الآن أقوم باللعب لفريق زوتي رايكون، وهو أحد الفرق المشاركة في الدوري البلجيكي، ونحن متقدمين في الدوري الحمد لله. أنت شاركت في الفريق الأول مظبوط؟ نعم، شاركت في الفريق الأول ولعبت عدد قليل من المباريات وحصلت على خبرة، ولم يكن المدرب يعطيني الخبرة الكافية أو التدريب الكافي في هذا الوقت. أنت عمرك قد إيه دلوقتي؟ I am now 19 years old. 19 عاما. هل أنت جنسية، أنت معاك دلوقتي جنسية مصرية وبلجيكية مظبوط؟ لدي الجنسيتان نعم. أنا ولدت في بلجيكا وأصولي من أسوان في مصر، لذا فلدي الجنسيتان. عظيم جدا. هل حصل بينك وبين أي مسؤول في جهاز فني لأحدى المنتخبات المصرية أي تواصل الفترة الماضية في أي لحظة؟ كان هذا في العام الماضي، المدرب الثاني للفريق القومي المصري أرسل دعوة لوالدي لكي آتي إلى هنا، ولكي آتي إلى هنا إلى مصر، وأنا أتمنى أن آتي وأستطيع أن ألبي هذه الدعوة أن آتي إلى مصر. لا، هي لما جات لك الدعوة ليه ما جيتش مصر؟ كنت أريد أن آتي، ولكن المدرب الثاني قال أنه سيرسل لي الدعوة، ولكن حقيقة الأمر أن الدعوة لم تصل بالفعل، لذا لم أستطع أن آتي. يعني هو تواصل معك مثلا هاتفيا أو عبر الإيميل، بس هو ما أرسلش الدعوة، هو قال لك بعتنا الدعوة بس ما جاتلكش. أنا فهمت صح؟ نعم نعم، هذا ما حدث، هذا تماما ما حدث. هل تتذكر اسم المدرب؟ والدي يعرفه لكني لا أتذكر الاسم الآن. هل اتقال لك سبب ان الدعوة دي ما وصلتش؟ يعني قالوا لك ليه ما بعتناش الدعوة بعد كده؟ لم أحصل على تفسير حول هذا الأمر لسوء الحظ. هل زرت أحد الأندية المصرية أو زرت مصر في وقت قريب ولا ما زرتش مصر قبل كده؟ نعم، في فصل الصيف زرت مصر وذهبت إلى أسوان وزرت أسرتي هناك لرؤيتهم والتقاء بهم، وكانت زيارة لطيفة. عظيم جدا. طبعا لو جات لك دعوة من المنتخب المصري في الوقت الحالي هتقبلها بحسب ما فهمت مظبوط؟
بالطبع بالطبع سوف أقبل هذه الدعوة، وأعتقد أنا أشاهد كأس الأمم الأفريقية وأشاهد كابتن محمد صلاح وكابتن تريزيجيه، وأود أن أكون جزءا من الفريق القومي المصري. ستكون هذه خبرة عظيمة، وأود أن آتي إلى مصر وأن أمثل بلادي إن شاء الله. نعيم أبو بكر لاعب زولت وارجم البلجيكي، اللاعب اللي من أصول مصرية، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. إيه رأيك؟ رقم واحد عايز أعلق بس على نعيم أبو بكر. نعيم لعيب مباشر جدا، يمكن اتفرجت له على هو تصعد للفريق الأول، هو مواليد 2003، عنده 19 سنة، تصعد الموسم اللي فات، لعب مباريات قليلة في مواجهة جمعت بينه وما بين واحد من اللاعبين المغاربة اللي شفناهم في المونديال بيلعبوا مباراة الثالث والرابع، بلال الخنوسي، وكانوا من أفضل لعيبة في المباراة. لعب في كأس العالم، لعب في كأس العالم في مباراة الثالث والرابع على الميدالية أمام المنتخب الكرواتي، بلال الخنوسي، وعنده نفس الظروف بالمناسبة، لعيب مغربي مع جنسية بلجيكية، وكانوا المنتخب المغربي بيتكلم معاه من فترة طويلة علشان يبقى موجود في المنتخب المغربي، وشفت الاثنين في ماتش واحد في مواجهة واحدة، لعيب بيلعب ثالث ورابع مع المنتخب المغربي في المونديال، ولعيب تاني لم يحصل على فرصة مع المنتخب المصري حتى هذه اللحظة ولا حتى منتخبات الشباب. الصورة والمنتخب الصورة مع الخنوسي، أشكرهم جزيلا أشكرهم جزيلا. مع الخنوسي اللاعب هو الخنوسي اللي لابس إيه؟ الخنوسي ده ال 55 ده 55 ده ابو بكر، ابو بكر لاعبنا المصري، لاعبنا المصري، واللاعب اللابس ازرق ده بلال الخنوسي اللي لعب في كاس العالم مع المغرب، وعنده 18 سنه، اصغر لاعب في تاريخ مشاركات المغرب في كاس العالم اللي كسر رقم. نعم، مواليد 2004 ونعيم مواليد 2003، يعني ده يخش منتخب اول عادي جدا، عادي جدا، على الاقل يبقى متواجد في منتخبنا الاولمبي يا كريم، او متواجد في منتخب 2003، الناس تجيبه وتشوفه. وانا بالمناسبه انا بقول لك، انا اللعيب اللي اتفرجت عليه مره واثنين بيديك امبريشن انه عنده ما يقدمه، هات واتفرج عليه ماتش واثنين وثلاثه واربعه. ده هو قال لي حاجه، قال لي حاجه زعلتني قوي، انه حصل تواصل معاه، في مدرب تواصل معاه وقال له هنبعت لك دعوه. ايه بقى اللي عطل القصه؟ لانها جهود فرديه يا كريم، جهود فرديه غير منظمه. طبعا لما راح جاب تذاكر طيران وباسبور والقصص ديت، فلقى ممكن يبقى فيها صعوبات، فقال لك خلاص مش مشكله. احنا كلمناه فخلاص، اعتبر زي ما استطلعنا كده بعض اللاعبين خلال الفتره اللي فاتت، قال لك الناس في بعض التواصل معانا، لكن تواصل غير جدي، يعني بيبعت دعوه على النادي، محدش كلمنا، محدش تواصل معانا، يعني نتمنى الامور تتحسن ان شاء الله.